هكذا يبدو المشهد داخل الحرم الجامعي في تكرا، فقد ألقت جائحة كورونا بظلالها على العملية التعليمية وأربكت سيرها، غير أنه مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة بسبب كورونا تستعد الجامعات لإعادة فتح أبوابها واستقبال طلاب في 25 من يونيو الجاري. وقبيل 48 ساعة من ذلك جاءت هذه الجولة التفقدية لوزير التعليم العالي والبحث والابتكار دافيد هودينغار، والتي شملت الكليات والأقسام المختلفة في جامعة أنجمينا وجامعة الملك فيصل. الجولة تهدف إلى الوقوف على الإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والمدرسين. الانطلاقة كانت من الحرم الجامعي في تكرا، حيث تفقد الوزير المكاتب والقاعات والمدرجات ومطعم الجامعة، كما تفقد القاعات التي ما زالت تحت التشييد ضمن عملية التوسعة داخل الحرم الجامعي. وفي حي أردب جمال، حيث تتواجد كليات العلوم التربوية والعلوم الاقتصادية والإدارية والعلوم القانونية والسياسية، تجول الوزير متفقدا المرافق الجامعية المختلفة، والتقى بأعضاء الاتحاد الوطني للطلبة التشاديين فرع جمينة، واستمع إلى بعض مطالبهم قبل أن يتجول داخل الموقف الخاص بحافلات نقل الطلبة للوقوف على صيانتها وجاهزيتها. كما توقف الوزير في كلية علوم الصحة البشرية بحي جردولي وتفقد مرافقها قبل أن يواصل جولته إلى فرشة، حيث كلية العلوم التطبيقية والبحث التابعة لجامعة أنجمينة. واختتم الوزير جولته بجامعة الملك فيصل في حي أم رقيبة بالدائرة الخامسة، وهنا أيضا تفقد الوزير المرافق المختلفة برفقة رئيس الجامعة وهيئة التدريس. وتصادف أثناء تجول الوزير بإحدى القاعات وجود دورة تدريبية في مكافحة جائحة كورونا لصالح القادة الدينيين والشباب المتطوعين في أمن وحراسة المساجد. وفي نهاية الجولة قال الوزير إنه لاحظ أن الكليات والأقسام المختلفة التي شملتها الجولة قد استعدت وأبدت جاهزية لتنفيذ الإجراءات الوقائية والسلامة الصحية. وشدد الوزير على ضرورة أن يخضع كل من يدخل إلى الحرم الجامعي لقواعد غسل الأيدي وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، حفاظا على سلامة الطلاب والمدرسين. وفيما يتعلق بالحافلات، أكد الوزير أن هناك مساعي لرئيس الجمهورية من أجل زيادة عدد الحافلات، وفي غضون ذلك حث الوزير على حسن استخدام هذه الحافلات مع احترام التباعد، بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة في الحافلة الواحدة 40 طالباً.